في العام 1992 نصب الاحتلال على تل الغسانية جنوب القنيطرة 10 مراوح لتوليد الطاقة، واليوم يعود بخطة جديدة لإضافة 25 مروحة على أراضي قرى مجد الشمس ومسعدة وعين قنية في الجولان المحتل، يبلغ حجم الواحدة منها 8 أضعاف المراوح السابقة. وفي سبيل ذلك سيصادر الاحتلال 4500 دنم من أراضي القرى الزراعية. هذه الأراضي بعضها مزروع بالتفاح والكرز، وهي مصدر رزق للسوريين الذين يعتاشون عليها منذ زمن طويل. من أبرز تبعات المشروع محاصرة القرى ومنع توسعها عمرانياً، تدمير محاصيل الفواكه بسبب ضخامة الآليات المستخدمة، تعريض الحياة البرية لخطر كبير مثل قتل الطيور والخفافيش التي تساهم في عمليات تلقيح الأشجار وقتل الحشرات الضارة. ولمواجهة هذا المشروع الضخم بدأ سكان الجولان مسارين، الأول شعبي تحت عنوان كي لا تحاسبنا الأجيال القادمة من خلال الإضرابات والاعتصامات، والثاني قانوني من خلال رفع القضايا في المحاكم. لكن الاحتلال صنف المشروع بأنه قومي، ما يعني مصادرة الأراضي دون إذن أو تدخل قضائي. فهل تنجح الاحتجاجات الشعبية بوقف المشروع؟ لو نفدي دمنا ودم أولادنا تجاه المشروع هي مرفوضة نهائيا، وخط أحمر مهما كلفنا الثمن.